عايز اقول لك يا سهام، يعني خبر بالنسبه لي خبر يعني هم يبكي وهم يضحك، لان الموضوع ازاي حاجه زي دي تحصل؟ نمره واحد. الحاجه الثانيه ان علامه استفهام الثانيه سهام ان الخبر ما طلعش الاول من اتحاد الكوره، لا ده طلع خبر من صحفي من الناس. خبر صحفي وبدا بعد كده اتحاد الكوره يعلق، والناس دايما في الشارع بتقول لي يعني هي دي مصر. لا مش هي دي مصر، ابعدوا بس مصر عن الموضوع شويه، ده اهمال. مصر ملهاش دعوه، لان كل مصيبه يقول لك هي اصل ما بنشوفش الكلام ده غير في مصر. لا احنا بنشوف الكلام دوت عشان في اهمال واضح جدا من المسؤولين، في اهمال واضح جدا جدا من القائمين على زي ما بنقول حمايه تراثنا. خلي بالك الموضوع مش موضوع كاس ضاع، انت بتتكلم على تاريخ، بتتكلم على قيمه، على قيمه كبيره جدا لا تقدر بثمن. دي جزء. الجزء الثاني تخيل كمان احنا دايما الدوله بتسعى لان يكون في ثقه في الدوله وان الدوله ماشيه بطريق اكتر من رائع. تخيل على الجانب الاخر السمعه، انت بتتكلم الاتحاد الافريقي نفسه بيقول لك يا جماعه احنا عرفنا الكارثه ديت، لو عايزيننا نساعدكم هنبعت لكم وندور معاكم. انا باخد جزئي كمان ان السمعه ان اللي بتوصل، في ناس بتشتغل بشكل اكتر من رائع بتوصل سمعه جيده، لسه بنتكلم على كاس العالم لليد، لكن في كمان افراد وفي اشخاص وفي مسؤولين عندهم لا مبالاه كبيره جدا، مش بتضرهم هم بس لكن بتضر كمان سمعه مصر. فالخبر صعب جدا. اللي انا مستغرباه انه الحاجات دي يعني المفروض يتعامل بيها يعني مزار، يعني المفروض الناس هتدفع فلوس علشان تروح تشوفها، فان انت النهارده بتعلن ان انت بتدور عليها، واللي قال لك ساحت وسيحوها، واللي قال لك اصلها معدن فملهاش، الحاجات دي بيتدفع لها فلوس علشان الناس تروح تزورها مش علشان تضيع. في النهارده اسماء كبيره جدا حققوا انجازات كبيره جدا، فمش ده المقابل، مش ده الرد عليهم، مش ده رد عليهم. يعني كمان من الجزء الثاني يعني كمان ردود افعال المسؤولين. خلينا نتكلم بكل امانه، احنا بنتكلم على اللجنه الخماسيه، بنتكلم بتقوم بدور لا باس، والنهارده بداوا يحققوا في بعض الملفات، لكن احنا بنستنى المصيبه وبعدين نبدا نحقق. يعني انا في وجهه نظري دي مصيبه على مستوى السمعه زي ما اتكلمنا، على مستوى القيمه. ما بنتكلمش على فلوس تسيح وتجيب فلوس، لا بنتكلم على تاريخ. احنا كلعيبه واجهزه بنحارب كتير جدا عشان نحتفظ بكاس الامم الافريقيه. بتعملوا مجهود قد ايه عشان تاخدوا كاس؟ يعني لازم ناخد الكاس ثلاث مرات ورا بعض، وده انجاز ما بيحصلش. فانت احتفظت بالكاس، طب الكاس موجوده فين؟ واللي يطلع بقى يقول لك اصل الكابتن احمد حسن عنده الكاس، اصل الكابتن شوقي، واحمد حسن يطلع يقول لك لا مش عندي الكاس. يعني تبريرات وكلام غريب جدا. يعني عيب. انا في اعتقادي صوره محزنه. ان شاء الله باذن الله بس الامور تمر بسلام، وان فعلا خلينا نتكلم بكل امانه، لو فعلا بتعمل لجنه وحضرتك بتحقق بشكل ايجابي، نرجو من حضراتكم ان الاجابه تطلع، ان يكون كل واحد اخطا يكون يظهر في الصوره، لان احنا متعودين برضو ان في لجنه وفي تحقيقات وفي الاخر الماتشات بتيجي يعني بقى والناس بتنسى والموضوع بينتهي. ارجوك الموضوع دوت موضوع مهم جدا على مستوى على مستوى التاريخ، على مستوى سمعه مصر. فأرجوكوا الناس اللي بتحقق، أرجو من الدكتور أشرف صبحي اللي بيقوم بمجهود أكتر من رائع، إن اللجنة ديت تطلع لنا مين المسؤول عن الكلام ده. الموضوع ما يتوهش، والموضوع ما بعد أربع خمس أيام يبدأ يتنسي. فده كمان الأهم، علشان لما يطلع ويتحاسب يبقى في ناس بعد كده، يبقى في خوف، يبقى في ناس اللي بتعمل او مش مسؤوله او عندها نوع من اللامبالاه، والمقصرين يتحاسبوا. الحاجه يعني التهم دي لا تسقط بالتقادم برضو، يعني ما افتكرش ان هي تسقط، لا اللي تسبب في ده لازم يحاسب، ولازم نعلن عن النتائج فعلا في اقرب وقت ممكن.